السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اعمل الماتيريال بتاع الحيطة يكون بشكل كويس. عايزين مثلا خلينا نرسم حيطة مثلا بالشكل دوت. طيب رسمنا الحيطة ومفيش حاجة ظهرت معايا، ليه؟ لان في كروب فيو. طيب مفيش تفصيلة هنا، فهنطلعش الدرونج، فلازم تبقى فايل بحيث ان كل المعلومات تكون موجودة. تمام. طيب الحيطة ديت هل فيها ماتيريال مختلف ولا لا؟ او فيها كذا طبقة. طيب ليه ما ظهرتش؟ هتلاقي غالبا موضوع الارتفاع. شوف هي لما اترسمت على 600، المفروض مثلا عشان تظهر مع القط نخليها 2، ماشي. طيب لو هي لو هي فعلا 600، خلاص ما فيش مشكلة، بنغير في الاعدادات. ممكن نعمل لها هي مخصوص مثلا بلان ريجن، ونبدأ نخصص الارتفاع بتاعها، البيورنج بتاعها يكون مختلف. تمام. طيب بعد ما رسمناها عايزين نبدأ بقى نحط الماتيريال، بس يكون بشكل جميل ينفع للوحة. طيب هقول له انوتيشن واقول له ماتيريال تاج، بيقول لي الفاميلي مش متحملة، وهاجي هنا هقول له انا عايز الانوتيشن اركتكتشر ماتيريال تاج اهوت. تمام. هختار مثلا اول لير اهيت. تمام. وهبدأ اطلع بالشكل دوت وهبدأ امشي. ده كده حطينا اول ماتيريال. هبدأ ادخل بقى على الماتيريال اللي تحتيها، بس تكون نفس الخط اهو، بحيث ان هي تبقى شكلها سهل وواضح. مثلا ده الاير. طيب بعد كده تخش على الماتيريال اللي بعد كده اهوت. وبعد كده الماتيريال اللي بعد كده اهي. تبقى انت طلعت اللوحة بتاعتك بشكل سهل وبسيط.